يمكن الحقيقة في ناس كتيرة خلال الفترة الأخيرة دي مش بترضى أو مش بتقدر أو مش بتحب تكتب بوستات على السوشيال ميديا تعبر فيها عن فرحتها بفوز فريقها في مباراة كرة قدم، لأنه المجازر اللي حوالينا في غزة اللي بيتعرض لها هنا في غزة يعني ولبنان فظيعة. لكن امبارح كان الموضوع مختلف شوية، وأنا قاعد هنا كان النادي الأهلي بيلاعب نادي العين الإماراتي في بطولة كده عجيبة اسمها بطولة القارات الثلاثة أو بطولة أفريقيا وآسيا والمحيط الأطلنطي، حاجة كده يعني. والأهلي فاز بثلاث أهداف نظيفة. اللي جاب الهدف الأول تقريبا، أنا مش فاكر يعني، اللي جاب الهدف الأول للأهلي هو اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي. اللاعب ده أول ما حط الهدف جري على طول أخد كرسي ورا الجون وعمل الحركة دي. أولا لازم لما تدرس حدث حصل لابد أنك تشوف الجو اللي حاصل فيه الحدث. الماتش ده كان ماتش فيه شحن غريب جدا ما بين الجمهور الإماراتي وجمهور الأهلي، أيضا جمهور الزمالك أو بعض من جمهور الزمالك انضم للتشجيع الفريق الإماراتي. الإعلام الإماراتي كان بيحشد بشدة إنه هيقطع الأهلي ويبهدل الأهلي وحاجات كده، فالماتش شهد زخم إعلامي شديد جدا، وده واضح جدا من الجمهور اللي حضر حوالي 60,000 أو أكتر. كمان وسام أبو علي فلسطيني الأصل، الكرسي اللي هو قاعد عليه ده كرسي بتاع مصور من المصورين، فهو جري بعد ما جاب الجون مفروض يروح يعمل أي حركة وبتاع، إنما هو قاعد على الكرسي، والقعدة دي فكرت ناس كتيرة جدا بالظبط بالجلسة أو جلسة الشهيد يحيى سنوار قائد حركة حماس. طبعا أي حد بيجيب اسم يحيى سنوار، أي حد بيتكلم عن القصة دي ما شاء الله بيتحذف من أي حد. فالشاب ده عمل الحركة دي استعادة لمشهد يحيى السنوار بدون ما حد يزعل منه. فالقعدة الناس كتيرة طلعت قالت اهو هو قاعد قعدة نفس قعدة يحيى السنوار دي هو قاعدها وسام ابو علي. احتفال اللاعب وسام ابو علي في ماتش مهم وفي شحن اعلامي كبير كده اعاد للواجهة جلسة اصحاب الارض في غزة، واللي اشتهر بها يحيى الشهيد يحيى السنوار، ودي عملت تفاعل كبير جدا على السوشيال ميديا. رغم ان الواحد ما ينفعش يحتفل ودم اخواتنا في غزة ولبنان، لكن الاحتفال بتاع وسام ابو علي اللي اعاد بمشهد الشهيد يحيى السنوار كان له معنى كبير، وبدأت السوشيال ميديا كلها تتكلم عنه، منهم الناشط اسلام ابو حمدة اللي قال بالنص كده. اسلام ابو حمدة كتب بيقول لأنه عيب الواحد يحتفل بفوز ناديه في مسابقات أيا كانت أهميتها ودم إخواتنا وأهلنا مسفوح على أرض فلسطين ولبنان وسوريا، إلا أن احتفال وسام أبو علي على طريقة الشهيد السنوار في مباراة بين الأهلي والمصري وفريق العين الإماراتي له معنى كبير جدا للي يفهمه. وسام أبو علي بيرد على الكيان الصهيوني بطريقته، وده اللي كتبه محمد، بيقول من أرض المعز، يعني هو بيقول كده من أرض قاهرة المعز، وسام أبو علي يرد على الكيان المتصهين وكل مضل للقضية الفلسطينية. تأثير يحيى السنوار وصل للملاعب زي ما كتب الصحفي السعودي سعيد العنزي اللي كتب وقال احتفال وسام أبو علي بعد هدفه للأهلي تأثير يحيى السنوار وصل للملاعب. في اللي كتب شعر زي الصحفي حسن الأباني، كتب بيقول كما قعد البطل مغوار فاكر قضيته بيحاول الابتكار الاسم وسام وله منا ألف وسام كل دعم مهم وبيقرب الانتصار. تخيل انه في جزء كبير من جمهور الزمالك او جزء من جمهور الزمالك راح شجع نادي الامارات امبارح وكان بيتمنى فوز فريق الامارات، زملكاويه كتير راحوا الملعب امبارح، لكن حتى الزملكاويه دول فرحوا باللي عمله وسام ابو علي طالما هيغيظ الصهاينه، زي ما كتب الناشط السياسي عبد الرحمن طارق الشهير بمكه اللي كتب وقال
هو بغض النظر انا زملكاوي بس اي حاجه تغيظ الصهاينه انا معاها. شكرا وسام ابو علي. اللي عمله وسام ابو علي غاظ فعلا الصهاينه والاعلام الاسرائيلي اللي بدا يهاجم الاهلي ويطالب الاهلي بمعاقبه اللاعب زي ما كتب حساب اسمه نحو الحريه: الاعلام الاسرائيلي يهاجم النادي الاهلي المصري بعد احتفال مهاجمه وسام ابو علي بهدف مرمى العين الاماراتي على طريقه الصوره الاسطوريه ليحيى السنوار. طلب الاسرائيليون بمعاقبه اللاعب والنادي لانها احتفاليه تخلد لديهم ذكريات مؤلمه لن ينسوها. في بلادنا العربية برضو بصيص أمل وطاقة نور بنشوفها في بعض البلاد العربية زي اليمن والأردن والمغرب، واللي بتخرج فيها المظاهرات لتأييد غزة. آخرهم المظاهرات دي كانت امبارح قدام مبنى البرلمان المغربي، واللي حصل فيه مظاهرة كبيرة جدا احتجوا على كلمة الرئيس الفرنسي ماكرون قدام البرلمان. تخيل ده كذاب، يقول لك 48 فرنسي راحوا نتيجة الهجوم بتاع 7 أكتوبر. أنت سمعت عن ضحايا 7 أكتوبر؟ 48 فرنسي الفلسطيني قتلوهم في 7 اكتوبر؟ ده كذاب. الغريبه انه نواب البرلمان المغربي بيسقفوا، وده اللي اثار غيظ الصحفي نظام المهداوي اللي هاجم النواب البرلمان المغربي وكتب التغريده دي. بيقول له: انت نائب مغربي، لماذا تصفق؟ هل تفهم ما يقول؟ نعم افهم الفرنسيه اكثر من العربيه. الرئيس الفرنسي من داخل البرلمان المغربي يقول لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ويصف المقاومة بالهمجية بينما النواب والمستشارون يصفقون. هؤلاء نواب الدواب لا نواب المغاربة الذين يتظاهرون يوميا ضد التطبيع وضد جرائم إسرائيل، وهم أنفسهم الذين طرحوا تشريعا يسمح بمنح الجنسية المغربية لجنود إسرائيليين تحت مزاعم أصولهم المغربية. هؤلاء الذين يصفقون لماكرون ويؤيدون كلامه بحق إسرائيل مجرمة للدفاع عن نفسها أمام مقاومة همجية هم وأعضاء الكنيسة الإسرائيلية سواء. أما العائل المغربي محمد الساز فهذا وارث الصهيانة من أبيه المغبور. الحقيقة المغاربة الشعب محوا العار اللي عملوه النواب لما تظهروا قدام البرلمان زي ما انت شفت كده، ودي اللي كتبه أحد النشطاء. بيقول: شرفاء المغرب يحمون العار التاريخي، شعارات قوية ضد التصريحات الاستفزازية التي أطلقها من داخل البرلمان المغربي الرئيس الفرنسي ماكرون، عبر فيها عن تأييده للإبادة الجماعية في غزة الثلاثاء 29/10/24. وسط كل التأييد الإعلامي ده لغزة ورفض الحرب الوحشية عليها، نلاقي عندنا في مصر السيسي وحكومته بيعملوا حاجة جديدة جدا. مصر اتنقلت في تأييد الصهاينة لليفل الوحش، خيال. آخر مظاهر الخيال ده إن السيسي سمح لسفينة ألمانية مليانة سلاح رفضتها كل الموانئ في أوروبا، رفضت تدخلها. عارفين السبب إيه؟ عشان السفينة دي زي ما قلت لك مليانة مواد متفجرة من ألمانيا إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي. ومش أنا اللي بقول الكلام ده، ده اللي كشفته منصة صحيح مصر. الحكومة بعد رفض دولي لاستقبالها، الحكومة المصرية تفتح ميناء الإسكندرية لاستقبال سفينة ألمانية تنقل مواد متفجرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لاستخدامها في غزة ولبنان. وأدي خط سير السفينة أهو، عشان ما فيش كلب يفتح بقه. صحيح مصر منزلة بقى الخريطة وخط سير السفينة ورست في الإسكندرية. إيه بقى التفاصيل عشان ما حدش يغرك؟ بس من صحيح مصر برضو، اتفضل. صحيح مصر: استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين، وهي سفينة تحمل علم ألمانيا وتنقل حاويات تحمل مواد متفجرة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد رفض عدد من الدول استقبال السفينة. إذ أظهر تتبع صحيح مصر مسار السفينة ام في كاثرين عبر موقع اسمه مارينا ترافيك ورقم تسجيلها قدامك، إنها غيرت علم البرتغال الذي كانت ترفعه ورفعت علم ألمانيا قبل أن ترسو في ميناء الإسكندرية بعد حملات مطالبة موانئ البحر المتوسط بمنع استقبالها.
ورست السفينة كاثرين في ميناء الإسكندرية بتوكيل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحرية إيمكو، وهي تحمل بضائع حربية بحسب بيانات موقع ميناء الإسكندرية. وصلت السفينة إلى ميناء الإسكندرية في حوالي الساعة 6 صباح يوم الاثنين 28 أكتوبر، بعدما ظهرت آخر مرة ترس يوم 24 أكتوبر في ميناء درايس الألباني. وقبلها في سبتمبر رفضت سلطات مالطا طلب من السفينة بالرسو للتزود بالمؤن وتغيير الطاقم بحسب إدارة المواني في مالطا، قبل أن تغير السفينة العلم البرتغالي وترفع العلم الألماني وتتجه نحو الشمال الشرقي وترسو في ميناء دوريس بألبانيا. وبحسب بيانات الموقع أيضا، فإن الوقت المتوقع لمغادرة السفينة الإسكندرية هو 5 نوفمبر 24، كما خرجت السفينة، يعني هي موجودة دلوقتي حد دلوقتي في اسكندرية، كما خرجت السفينة عن طاقة التتبع منذ قرابة يومين، ما يعني استقرارها في ميناء اسكندرية حتى الآن لحد يوم 4 وعدم تحركها حتى اللحظة. ونشرت منظمة حركة مقاطعة إسرائيل BDS بيان تقول فيه: يبدو أن السفينة فرغت حمولتها في ميناء اسكندرية. في نفس الوقت لاحظ حركة المقاطعة إشراف الوكيل البحري المستقبل للسفينة إيمكو على انطلاق سفينة أخرى في ذات اليوم متجهة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي. وتقول الحركة: هذا يدعو للتساؤل حول العلاقة التي تربط هذه الشركة المصرية بمشغلي السفينة المحملة بالمتفجرات. وتقول الحركة أن استقبال ميناء الإسكندرية للسفينة هي انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسار السفينة، نظرا لرفض عدة دول استقبالها من بينها مالطا، ناميبيا، أنغولا، مشيئة أن السفينة تغذي آلة الحرب الإسرائيلية بالمتفجرات التي تفتك بالشعب الفلسطيني واللبناني. وكانت وزيرة خارجية البرتغالية قد صرحت بأن نصف الحمولة السفينة MW كاثرين عبارة عن متفجرات في طريقها إلى شركة أسلحة إسرائيلية، كما منعت سلطات ناميبيا استقبال السفينة في أي من موانئها ودخول المياه الإقليمية الناميبية. ورغم أن السفينة كانت ستتجه إلى ميناء كوبر السلفيني لتفريغ شحنتها قبل نقلها إلى إسرائيل بحسب ما نقلت منظمة العفو الدولية عن مكتب رئيس وزراء سلفينيا ووزير الخارجية البرتغالي، إلا أنها في النهاية وصلت إلى ميناء الإسكندرية حيث فرغت شحنتها التي أوضحت بيانات موقع ميناء الإسكندرية أنها شحنات حربية. ما فيش أوسخ من كده في الوجود. افتكر كلامي لما كنت قاعدين قلت لك السيسي بيشتغل على حاجة واحدة دلوقتي، هي إنقاذ رقبته من إيدين المصريين والعرب فقط لا غير. لا يمكن تصل الدناءة بمصر أو بالنظام المصري إلى هذه الدرجة إلا إذا كان نظام خلاص بيضع خطة أو سيناريو لإنقاذ رقبته فقط، لا للشعب ولا للنجاح ولا لأي قضية. قضيته الوحيدة دلوقتي رقبته ورقبة ولاده بس.